بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جواب القسم: إنه لقرآن كريم. في هذه الآيات فوائد: أولاً، لعظيم أمر القرآن أقسم الله عز وجل في الإخبار عن القرآن هنا بأن القرآن كريم. ثانياً، عظيم أمر كرم القرآن، إذ أن الله عز وجل أعلمنا هنا أن القرآن كريم، بل أكد كرم القرآن. قال في البداية: فلا أقسم بمواقع النجوم. على الراجح أنها النجوم التي في السماء، لعظيم مواقعها وأحوالها. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن، فأكد قبل أن يعلم بأن القرآن كريم إنه لقرآن كريم. ثم إن كرم القرآن لا حد له، فلم يبين الله كرم القرآن في كذا وكذا، بل جعله عاما مطلقا. ثم إن هذا الكرم العام لا حصر له، إذ جاء في بيان المبالغة في كرم القرآن على عجالة. هل من شيء عن كرم القرآن؟ منه أولا أن من كرم القرآن أن من آمن به دخل الإسلام، وإنها لكرامة. ثانيا أن من خلال القرآن يتوصل إلى معرفة الخير والشر. ثالثا أن سماع القرآن والإنصات له من أسباب رحمة الله، وهذا من كرم القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. التي بعدها أن القرآن يشفع لصاحبه، جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من كرم القرآن أن تلاوته اللفظية يؤجر عليها الإنسان، بل إن الحرف الواحد ليس بحسنة بل بعشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء. من كرم القرآن أن الله أعلم عباده من خلاله بأسماء من أسماء الله عز وجل. من كرم القرآن أنه يرفع صاحبه بعد دخول الجنة، وبه ختم الحديث. جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن. وعند ابن ماجة: إذا دخل الجنة، يقال لقارئ القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه رفعة وكرامة، وهذا من كرم القرآن. فلنرجع أيها الإخوة لهذا الحديث: يقال لقارئ القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وإن كرم القرآن لواسع كما أن الاهتداء من خلاله واسع، هدى للمتقين هدى للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عنا. اللهم أكرمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن، وابعثنا يوم القيامة وقد فزنا برضاك ودخول الجنة، واجعلنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.